يعني انا كان عندي كل النساء حيايا كل تعرفت عليهم ما لقيت مره غير ما اذيتني او مره بدها تستعمل شهرتي لتاخذ دواء لتشهر. بس منه حكم على كل النساء، يا تيابا يا غرادة يا مدري شو، منه حكم. ما فيك تلوميني، انا اول مره عم بقول لك شيء بس ما فيك تلوميني. بس والاكسبيرينس الحياه هيدا الشيء ممكن يكون عند الرجل كمان، ممكن يستغلك. انا الرجل هيز ماي بروتكشن، انا بدي اشوف يعني ثانك جاد الله خلق الجايز، لانه اذا ما فيكون عندي اصحاب رجال لانه الرجال بده يطلعوا فيه بنظره غلط، في الجايز فيكونوا اصحابي انه ما بضايقوني، كثير بنبسط انه الحياه از فير سم هاو، عرفتي؟ بدي ارجع لنقطه المراه حيه وشو؟ شريره وما خرجه شيء. ما انا هلا حيه؟ انا ما عم شوفك مرة. اذا شفتك مرة حاكرهك. شو شايفتيني؟ كائن، بس ما بشوفك امراه، يعني ما بشوفك مرة يعني مثل ما المرة مش شكلها من جواتك. اسمعيني منيح، ما تقطعيني، بسمعك. منك مرة شكل، يعني بشوف من جواتك عندك طاقة، حسيت بطاقتك. منك المرة اللي عندها بعيونها هيدا الاحساس غيرة. شرقي، يور بيسفول، ما عندك اللي انا معوده عليه.